الحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع انضم إلي عبر الهاتف الأستاذ عبد ربه أحمد عثمان مستشار وزارة العدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا فيك أخي العزيز. حياك الله أستاذ عبد ربه. ما الذي يحدث تحديدا في ضعنا في صورة ما يحدث في قرية خبزة، وكيف تتابع هذا الحدث؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلنا نعرف حقيقة طيفة وحقيقة جزيرية القرشية وبالذات قرية خبزة ودورها الذي كان دور أولي في مطارعة الميليشيات السوفية منذ وقت مبكر وقبل زمانية أحوال. نعم. طيفة وبالتحديد في هذه المناطق بما فيها جزيرية القرشية وقرية خبزة كان لهم دور عرضها الجميع محليا وعربيا ودوليا في مقارعة هذه الجماعة الإرهابية منذ أن بدأت تفكر أن تغزو محافظة البيضاء. ثم بعد ذلك توالت الأدوار لدى المقاومات الأخرى بناعم والزاهر والصومعة وهكذا، ولكن الحوثيين بطبيعتهم وكما هي عادة أجدادهم على مدى 1200 عام لا ينسون من يقوم بمواجهتهم ولا ينسون بمن يقوم بمقارعتهم، وحتى إن أنا جعلوا هناك اتفاق فيما بينهم وبين أهل البيضاء، لكنهم ما لم تكن هناك بحاجة ماسة هم إلى هذه القبائل فإنهم ينقلبون على تلك الاتفاقيات ثم يعودون إلى الانتقام من أهل البيضاء بشكل عام. وهذا هو الذي حدث. جميعنا نعرف. نعم سعد رب، الصوت يذهب ويعود. وأن هناك ليس هناك نعم نعم. طيب سيد عبد الرب دعني أقف معك عند نقطة مهمة. أرجو أن يكون الآن واضح. واضح واضح. هل الموضوع هنا تحديدا، هل السبب مقتل أحد أفراد نقطة التابع للميليشيات الحوثية، أم أنه السبب ثأر قديم كما تشير أنت وأشرت قبل قليل؟ مثلا ينسوا ما صارت به المقاومات البيضاء بشكل عام، ولذلك هم يتعذرون لهم بأي سبب ولو كانت أسباب واهية. حقيقة ما جرى أنهم قالوا أن هناك من غار على منطقة أو مركز أمني لهم الحوثيين ثم قتل أحد جنودهم وجرح آخر. هذا الشخص لم يأتوا باسمه وليس معروف ولا يعرفوه أهالي خبزة. طلبوا من أهالي خبزة أن يسلموه، قالوا نحن لا نعرف من هو القاتل الذي تحدثون عنه، فأجبروهم على ماذا؟ قال الروسيين لم يجيبوا اسم محدد، وإنما قالوا لأن يريدوا أن يجبروهم أن يسلموا القاتل وهم لا يعرفونه، لا المواطنين أو المواطنين في قرية خبزة يعلمون من هو، ولا الحوثي أتى باسم شخص محدد. ومع هذا تدخلت بعض المشايخ المتحوثين، دخلوا في الموضوع وصلحوا ورقة أو كما نقول معاهدة بأن هذا الشخص الذي قال نعم الصوتي فنعدلين عنه ولا يمثلهم. نعم. وانتهى الكلام على أساس أن الصوتيين يرجعوا. نعم أخي العزيز. نعم طيب الصوت واضح، لكن يذهب ويعود، يتقطع الصوت. إذن هو هل تعتقد أنه استهداف ممنهج إذن من قبل هذه الميليشيات الحوثية على هذه القرية تحديدا؟ نعم حتى أنهم بعد هذا الاتفاق عادوا بعد بحشود أكبر، ووصلت إلى حد اللحظة القتلى إلى 16 ما بين قتيل وجريح، 10 قتلى أو 9 قتلى بما فيهم طفل وإبراء و 6 جرحى. الحصار خانق، لا يسمحون حتى بإسعاف الجرحى. أيضا القصف ليس قصف نقول على مواطنين، بل هو كأنهم يحاربون دول عظمى بالصواريخ بالطائرات المسيرة بكل ما لديهم من قوة إليهم إيران أو أطراف أخرى مع الأسف الشديد. نعم. الموضوع انتقام، الموضوع هيمنة، الموضوع كسر كبرياء البيضة ورجالها ومقاوماتها، حتى أنهم لم يهتموا بالمتحوثين لديهم من المشايخ الذين قد خدموهم كثيرا، وعندما أتوا هذه المرة ليقولوا أوقفوا حربكم على هذه القرية لم يسمعوا كلامهم، وإن كانت هناك بعض المحاولات من قبل بعض المشايخ هناك كأمثال أحمد سيف الذهب وأمثال نعم. طيب استاذ عبد الرب، يعني هذه المناطق حتى نعم ومنها قريه خبز
نعم منها قرية خبزة تابعة يعني تابعة لهم يعني الآن هم مسيطرين عليها. فلماذا هذا الحصار؟ هناك من يتساءل بهذا الشكل، لماذا هذا التنكيل وهذا الحصار وهذه القوة الغاشمة على قرية صغيرة وهي تابعة أيضا تندرج ضمن المناطق التي تسيطر عليها والتي تحتل هذه الميليشيات الحوثية؟ حصل على العشمية هذه إعادة أجدادهم، كانوا زمان يعملونها في أهل البيضاء واليوم لا زالوا يواصلون هذا العمل الخبيث الإجرامي الذي ليس له أي تبرير إطلاقا، مجرد قرية صغيرة بسيطة تعداد سكانها قليلون، ثم أنهم واجهوا هذه المقاومة من أبناء خبزة لأنهم أحرار لا يريدوا أن يأتوا هؤلاء ويدخلوا إلى بيوتهم ويعتدوا على أعراضهم وأموالهم ومن هذا القبيل. هذا هو الشيء نقول عنه أنه السبب الحقيقي في هذه الغارة البربرية لهؤلاء العجول الذين لا يخافون الله والذين لا يحترمون العالم، هذا العالم الذي أتى ليجبرنا على هدنة مريضة، هدنة خبيثة، هدنة لا تؤدي إلا إلى المزيد من توسع الفوثي ومن انتقام من المواطنين اليمنيين، وفي الأخير لم تكسب الشرعية شيئا من هذه الهدنة. نعم على ذكر الشرعية لم يكسب على ذكر الشرعية أستاذ عبد ربه، كيف تنظر إلى سؤال ذو شقين، كيف تنظر أولا إلى الشرعية اليمنية وتعاملها مع هذه الإشكالية أو هذا الهجوم البربري الوحشي من قبل هذه الميليشيات الحوثية، أيضا المجتمع الدولي كيف 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 تعامل مع هذه المشكلة وهل ما زال في صمت مطبق؟ بالنسبة للشرعية مع الأسف الشديد هناك كانت مناشدة من الأصل محافظ محافظة البيضاء قبل يومين وقبل ساعات في هذا اليوم الخميس عقد اجتماع وفي الأخير نتج عنه أن دعا المنظمات الدولية المنظمات الإغاثية المحلية والدولية إلى أداء دورها في قرية زوبة مع الأسف الشديد، وكأنه مجلس الرئاسي الموقر هو مجلس أو هو أحد المنظمات. يا أخي مجلس الرئاسة المنظور إليه والمتوقع منه أن يكف عن هذه الهدنة التي جعلت الحوثية تفطرت. ما هي الخيارات برأيك أمام المجلس حاليا؟ من فتنين ألف ليلة ماذا استفدنا من مطار صنعاء؟ ماذا استفدنا من هذه الهدنة غير أن الحوثي زاد البترول حتى في صنعاء بعد أن دخلت المشتقات النفطية من ميناء سليل زادها من 12,000 إلى 14,500؟ ماذا استفدنا غير أن الحوثي لم يحقق طلب واحد لهذه المطالبات بفك الطرق عن تعز وغير تعز، بل هو استخدم أساليب قذرة لأجل أن يفتح طرق حربية وليس طرق للمدنيين. يعني أنت ترى حاليا أستاذ عبد الرب بأن الحوثي أو الميليشيات الحوثية تستغل بإصدارها من صنعاء؟ نعم أنت ترى أستاذ عبد الرب بأن الميليشيات الحوثية تستغل هذه الهدنة لتنفيذ عمليات هجومية داخل البلاد لمن يناوئها لمن يقف ضدها دائما وتستغل هذه الهدنة؟ نعم للقضاء عليه ولا لا سيما القبائل هي تقوم بذلك ولكن أيضا تستخدم الهدنة في جلب السلاح تستعمل في جلب الاستخبارات الخارجية، تستعمل الهدنة في وصول السلاح إليها، تستعمل الهدنة في زيادة أرباحها من دخول المشتقات النفطية وزيادة رفع أسعارها للبترول، تستعمل هذه الهدنة من أجل أن تمرر القيادات الحوثية إلى خارج البلاد ثم العودة إلى صنعاء، تستعمل الكثير من بنود الهدنة. لا لم تحقق شيئا من التي عليها بل أنها استخدمت الهدنة فيما ليس متفقا عليه، ومع الأسف الشديد أن نرى نعم إلى إغاثة خبزة ليسوا محتاجين أبناء البيضاء إلى الخبز، خبزة لا تحتاج إلى الخبز. ما الذي تحتاج؟ خبزة تحتاج إلى موقف حكومة الشرعية وإلى رئاسة الشرعية في أن تعلن رفضها لاستمرار الهدنة. يجب على مجلس الرئاسة أن يعلن أن الحوثي لم يعد له من الأعذار شيئاً. طيب سؤال أخير، يريد سلام وأن تتوقف هذه الهدنة وأن تعود المقاومات الشعبية وأن يعود الجيش الوطني. الأمل تعلق على المجلس وعلى اللجنة العسكرية والأمنية تحديدا في هذا الجانب. سؤال أخير أستاذ عبد الرب، فيما يتعلق بالمجتمع الدولي رأينا كيف تهافت وكيف تعالت الأصوات منددة عندما الجيش الوطني كان على مقربة من ميناء الحديدة أو كان في مطار الحديدة. ما المطلوب من المجتمع الدولي حاليا وهو يرى هذه الميليشيات الحوثية
تخل بهذه الهدنة وعدم التزامها بالهدنة في ظل الأصوات التي تعالى من المجتمع الدولي بتمديد الهدنة؟ نحن كأبناء البيضاء نعرف حقيقة المجتمع الدولي، نعرف حقيقة دول مجلس الأمن الدولي، نعرف حقيقة الدول الغربية بشكل عام. لقد جعلوا من الحوثي وكيلا لهم في ضرب البيضاء قبل حتى أن تسقط صنعاء، وكان الطيران اليمني مع الأسف الشديد حينها يضرب البيضاء مع هؤلاء العجول الذين أتوا من صعدة، ومع حقيقة الدول الغربية، ونعرف حقيقة الأمم المتحدة، هم الذي أتوا بالحوثي، وهم الذي أتوا بالإيرانيين ليحكموا العراق، وهم الذي أتوا بالإيرانيين ليحكموا سوريا، وأتوا بالإيرانيين ليحكموا لبنان، وأرادوا أن يحكموا الحوثي اليمن، ولكن بمشيئة الله وبقدرة الله وبالرجال الأشاوس بالمقاومات الشعبية الجيش الوطني لم يستطع الحوثي أن يحقق للغرب ما أرادوا منه بالضبط. ومع ذلك اليوم الناس يتكلمون عن المجتمع الدولي وعن المتحدة. نحن لا ننتظر من خارج شيء، نحن ننتظر من قيادة رئاسة دولة. نعم، إذن هذا الذي ننتظره، نعم، وما زال هذا الانتظار قائم. أستاذ عبد ربه، نعم أخي، ما نزال ننتظر حقيقة، لكن في دقيقة واحدة أخي الغالي، تفضل. دقيقة واحدة أخي الغالي، أحب أن أقول أن اتفاق ستوكهولم قد نتج عنه عدم تحرير الحديدة، وهي من أهم المحافظات والمحافظة التي يركز عليها الحوثيين كثيرا، ورأينا أنه قد أفشل هذا المخطط. وهو نعم، الصوت ما زال يذهب. رأينا في كل الاتفاقيات إلا أن يتقوى الحوثي وأن تضعف الشرعية مع الأسف الشديد. نتمنى أخيرا أن يقوم كل شخص بواجب، سواء كان مجلس الرئاسة أو سواء كان الجيش الوطني أو سواء كان الإعلاميين أو سواء كنتم أنتم في القنوات، أن تسلطوا أضواء بقدر ما تستطيعوا على هذه القرية وعلى مديرية القرشية وعلى محافظة البيضاء بشكل عام. والتي الحوثي لا يطول كثيرا، وهذا واجبنا جميعا، وما نقوم به حاليا إلا جزء من هذا الواجب. لا يمكن أن يهدأ. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد ربه أحمد عثمان، مستشار وزارة العدل. نلقاك في حلقات مقبلة إن شاء الله تعالى.